وبنكفي معكم عالم الصباح، ننتقل سوا مع هادية وعلمودة. صباح الخير لكل مشاهدينا، واكيد مع حلقه جديده من فقره على الموضه. احداث كثيره عم بتصير بعالم الموضه، عالم الموضة عم بيتحضر لتقديم مجموعات ربيع صيف 2017، بيبتدوا فيها بنيويورك، من بعدها بينتقلوا للندن، من بعد لندن لميلانو، وبالآخر بينهوا بباريس. أما اليوم حلقتنا خاصة بالمصممة الراحلة سونيا ريكيال. سونيا ريكيال توفت أسبوع الماضي على عمر 86 سنة بعد ما عانت لمدة بمرض الباركنسونز. بس لكن من فترة وقتها بال 2008 بنتها انضمت للجروب ولاسمها ناتالي ريكيال، يلي هي أصبحت المصممة لتساعد والدتها وتستلم أصلا الماركة يلي بتنعد من إحدى الماركات الريفولوشنري الثورية بعالم الموضة. ماركة سونيا ريكيال ابتدت بالستينات، ومن لما ابتدت فرجت الصورة المتحررة للستات والصبايا بطريقة مهضومة ومليئة بالأناقة. تنعد المصممة سونيا ريكيال ملكة النتوير، ملكة التريكو. هي من أول ناس يلي فرجوا اللوك التريكو كيف بينعمل بطريقة مرحة وأنيقة بنفس الوقت. ومن وقتها، من فترة الستينات لليوم، تنعد ماركة سونيا ريكيال ماركة مميزة لأقصى درجة، يلي مشبعة بالأنوثة والمحررة بنفس الوقت. وبال 2008 بمناسبة الاحتفال بعيد الأربعين سنة لتأسيس دار أزياء سونيا ريكيال، بنتها ناتالي قررت تعمل لها مثل سوبريز لنهار عيدها. وهو كان وسبق وحضرناه سوا من زمان بفقرة على الموضة، وهو مثل الحنين للأربعين سنة اللي قطعوا. وبهيدي الفترة بنتها ناتالي حكيت مع 30 مصمم من أبرز المصممين بعالم الموضة، وكلياتهم استوحوا القطعة اللي بترجع للحنين للستايلا ريفولوشنري اللي قلته بالبداية لسونيا ريكيال. خلينا ننتقل ونشوف بعض اللقطات عن احتفال عيد الأربعين سنة للمصممة سونيا ريكيال. Without a surprise is not really a birthday. You've been inspiring the world of fashion for the last 40 years. Here is your present. Bon anniversaire, maman. Thank you.
فإذا هيدي المجموعة اللي عم نشوفها هي مجموعة تقدمت بال 2008 وهي بمناسبة احتفال 40 سنة لتأسيس دار أسي سونيا ريكيال. وبحب ذكر إنه ماركة سونيا ريكيال هي متخصصة بس بالبريت ابورتي، وكمان بالإضافة لسوني ريكيال كمان اللاين الأساسي البريت ابورتي كمان عند اليونج وان اللي سونيا باي سونيا ريكيال، بالإضافة للعطور اللي عندها والأكسسوارات اللي عندهم. هيدي المجموعة اللي شفناها كان عدد 30 مصمم من أهم المصممين بعالم الموضة صمموا لها هالمجموعة، وكل واحد منهم استوحى من عبر الأربعين سنة اللي قطعت فيهم من الشغل والنجاح الكبير سونيا ريكيال. مثل ما شفتوا العارضات بنطنتوا على الكاتوك بطريقة مرحة ومليئة بالأناقة التامة. اما هلا بعد ما شفنا سوا وعملنا مثل حنين وتريبيون لسونيا ريكيال، بنشوف سوا مجموعه سونيا ريكيال لربياص لخريف شتاء 2016 2017. بنتقل بنشوف سوا هالمجموعه يلي كمان مشبعه بالانوثه التامه وبالشغل الدقيق وبالتفاصيل الصغيره يلي موجوده بهالمجموعه. وهيدي المجموعه بالتحديد متواجهه لكل ست بتحب تكون انيقه ومتحرره بنفس الوقت وواثقه من نفسها.
إذن هيدي كانت مجموعة خريف شتاء 2016-2017 لدار ازي وماركت سونيا ريكيل، ومع هالعرض والتريبيون للمصممة سونيا ريكيل منقول لايف جوز اون. وحلو كتير مصممين بعالم الموضة يتركوا مثل التريد مارك، ورح تضل لحد اليوم وللمستقبل كمان الكوين للنتوير. منلاحظ هالشي عندها اياه وكفى معها لحد اليوم المقلم والنتوير يلي موجود بقطعها وبالتفاصيل الدقيقة تبعيتها. ومع هالعروض الحلوة بنوصل لنهاية فقرة على الموضة. ننتقل لعند رولا لتخبرنا شو بعد في عنا بعالم الصباح. هادي بس بدي اقول يمكن ما بعرف اذا مبين مزبوط على الكاميرا، بس تيابك كتير حلوين. تيابي طب والجيلي كتير قوية. شو بدي اقول لك، الدونتيل دونتيل هلا سيلاديان يا مود، والجيلي فوقه كتير اقوى فيس. بس هيك الجيلي لوحدها ما كانت حلوه، لو ما الامس حلو ما بتنلبس لوحدها على الهوا، بس انه مبينه بتعقد. ثانك يو ثانك يو از يوجوال، ماشي جديد. اني رح نتوقف، ثانك يو لك، ورح نتوقف مع بريك. من بعدها بتنضم لنا كارلا لحتى كمان تخبرنا الشباب بين ال 15 و 18 سنه شو هو النظام الغذائي المحبب والمفضل لهم، فاكيد خلوكم معنا.